صد التاريخ والحقائق اللي موجوده فعلا. عندي بعطي ان شاء الله بسؤال، بما ان الكيانات السياسيه خاصه من 2005 الى شفت حوالي 20 شاب صحراوي، وشفت فيهم مره ولا ثنتين شابه واحد منها صباح هنا، ماذا بينا تسلطوا الضوء على هذه الحاله كيفاش خرجت وكيفاش، لانها مرض من شابه صحراوي حتى يتم القيام يعني في القطاع اللي تتكلمون عنه. تحية ميدالية اليوز والخلود لكافة شهداء الأغرار، الحرية لكافة السجناء الصحراويين داخل السجون المغربية، باسمي وباسم عائلتي عائلة الشهيد صيك إبراهيم، تحية عالية وعالية جدا لرفاق الشهيد عبد الرحيم بدري. لاني نوصيكم على خطانا شادين في بيكم، على خطاط مشادة في بيكم، اللي يوصيكم تسموا على طريق رفيقكم، وإن شاء الله حتى تحقيق المطلب إن شاء الله. تحية ميدالية اليوز والخلود لكافة شهداء الأغرار، الحرية لكافة السجناء الصحراويين داخل السجون المغربية، باسمي وباسم عائلتي عائلة الشهيد صيك إبراهيم، تحية عالية وعالية جدا لرفاق الشهيد عبد الرحيم بدري. لاني نوصيكم على خطانا شادين في بيكم، على خطاط شادين في بيكم، لاني نوصيكم تسموا على طريق رفيقكم، وإن شاء الله حتى تحقيق المطلب إن شاء الله. عبد الرحيم بدري ولد منتصف أغسطس من العام 1994، طالب صحراوي ناشط داخل صفوف إطار الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي أكادير، عرف بدفاعه المستميت عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كان له دور ريادي بالمبادرة الطلابية لجمع شتات الطلبة الصحراويين وتوحيد كلمتهم موسم عام 2014-2015، أحد مؤسسي إطار تنسيقية الطليعة المثقفة للدفاع عن حقوق الطلبة بمتجر لمين. شارك في جل الوقفات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة ديميزيك بسلا المغربية.